بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في سلسلة دروسنا التعليمية التي تقدمها لكم قناة علاء الدين التعليمي. النهاردة إن شاء الله نتعلم مع بعضنا إزاي نضيف ملف صور أو ننشئ صورة جديدة من خلال برنامج الجيمبا. طبعا ده من خلاله اللي أقدر أستخدم أدوات التحديد، من أقدر أن أنا أحدد جزء من الصورة أو أحدد جزء أكثر من جزء في الصورة من خلال بعض أدوات التحديد اللي هنشوفها إن شاء الله سواء في الدرس ده أو في الدروس القادمة إن شاء الله. طبعا علشان أضيف صورة أفتح أول حاجة نفتح قائمة فايل، بنضغط على قائمة فايل، بختار منها عندي الأمر اللي هو نيو يعني جديد. يبقى اول حاجه بضغط على قائمه فايل من شريط القوائم، بنضغط على قائمه اللي هي او الامر نيو، او ممكن اضغط على كتر الان من لوحه المفاتيح الكيبورد. اول ما اضغط على الامر نيو اللي هو جديد بيتظهر لي النافذه اللي ظهرت قدامي دي. اول حاجه بيظهر لي مستطيل مكتوب قدامه تمبلت، وتمبلت معناها قوالب، وده اللي هو بيديني قوالب جاهزه بالنسبه لابعاد الصوره سواء كان العرض او الارتفاع. بالنسبة زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة جايب لي ابعاد للعرض والارتفاع جاهزة، ممكن اختار من بينها اي قالب جاهز. لو اخترت مثلا اللي هو الامر 1024x768 اللي هو العرض مع الارتفاع، كمان ممكن ان انا احدد العرض والارتفاع باستخدام مؤشر الماوس من خلال اللي هي الامج سايز عند الويتس وعند الهايت اللي هو العرض والارتفاع اللي هو الهايت. ممكن ان انا من خلال الاسهم اللي موجوده في المستطيل دي ازود او بنقص من خلال السهم اللي هو الاعلى او السهم الاسفل. كمان عندي ممكن زي ما قلنا في البدايه ان انا بختار ابعاد للصوره من خلال اللي هي القوالب الجاهزه التمبلت، بختار قالب جاهز اللي هو ابعاد الصوره للعرض والارتفاع. لو لاحظنا هنلاقي ان الصوره عندي الابعاد بتاعتها بتتقاس باشكال متعدده، مثلا زي البيكسل، وده اللي هو الاختيار الافتراضي اللي البرنامج مختاره لي، او من خلال ممكن اختار مثلا السنتيمتر، او ممكن كمان اختار اللي هو البوصه. يبقى ممكن اللي عندي مقاس البوصه ممكن يكون البيكسل او السنتيمتر او البوصه، ده الاختيارات على حسب ما انا اختار. عندي اختيار اللي هو الادفانسد اوبشن، دي خيارات متقدمة بالنسبة قدامها علامة او رمز الزائد، ده علامة الزائد بالنسبة للادفانسد اوبشن. لو ضغطت عليها هتظهر لي باقي النافذة اللي هي ظاهرة قدامي على الشاشة. هلاقي ريزوليوشن اكس ريزوليوشن اللي هو بالنسبة دقة الصورة سواء والدقة هنا لو غيرتها او ضبطت الريزوليوشن بالنسبة مش هتغير عندي او مش هتأثر على الابعاد اللي انا مختارها او محددها. يبقى لو انا غيرت او ضبطت الريزوليوشن عمرها ما هتأثر على ابعاد الصورة، ده بالنسبة للريزوليوشن. وممكن كمان اسيبها على القيمة الافتراضية اللي البرنامج عطاها لي. بعد كده عندي حاجة اسمها الكالر سبيس اللي هي اللي عندي بالنسبة لالوان الصورة. طبعا هو عطيني هنا الار جي بي، وده الار جي بي هنا اختصار للون الاول اللي هو الار بالنسبة للريد احمر، الجرين اللي هو حرف الجي جرين يعني اخضر، بلو اللي هو حرف البي اللي هو الازرق. طبعا بيبقى مزيج من الثلاث الوان فبيديني اللي هي الصوره الطبيعيه اللي احنا بنشوفها قدامنا. كمان عندي حاجه اسمها الجراسيكال، والجراسيكال هنا اللي هو مزيج من ثلاث الوان عندي اللي هو اللون الابيض والاسود، وعندي كمان مزيج من او خليط من اللون الرمادي. يبقى بالنسبه اللي هي الصوره اللي بنشوفها بتبقى قدامنا ابيض واسود، ده لو انا عايز اخلي الصوره ابيض واسود زي الصور اللي كنا بنشوفها زمان اضغط على الجراسيكال. كمان عندي الصورة اللي هي الطبيعية عندي اللي هي بالالوان عندي اللي هي متكونة من الالوان اللي هي الار جي بي، ده طبعا زي ما خدنا قبل كده. بعد كده المستطيل اللي قدامي في قدامه الفيل ويز ودي التعبئة. لو لاحظنا عندي بيقول لي الباك جراوند كولر ده اللون الخلفي، والفور جراوند كولر اللي هو اللون الامام. طيب عايزين نعرف ايه هو اللون الخلفي وايه هو اللون الامامي. لو لاحظنا هنا في صندوق الادوات زي ما بشير بالماوس الاقي ان في صندوق الادوات اللي هو التول بوكس الاقي فيه مربعين بالنسبه للالوان، المربع اللي هو الامامي ده اللي هو اللون الامامي اللي هو بيعبر عنه هنا بالفور جراوند كولر. عندي اللون كمان المربع اللي هو الخلف اللي هو عاطل اللون الابيض ده اللي هو بيشير ليه بالباك جراوند كولر. يبقى طبعا المفروض ان انا قبل ما اضيف صوره او انشئ صوره المفروض ان انا اكون ضابط هنا الالوان بالنسبه للفور جراوند كولر او الباك جراوند كولر، علشان طبعا على اساسه ما اختار اللون اللي انا محتاجه هنا.
في التعبئة. كمان ممكن اغير من خلال اللي هي اداة الباكت التعبئة اللي هي قدامي دي في صندوق الادوات الباكت فيل. بعد كده عندي في برضو في الويز طبعا قلنا الباك جراوند كولر اللون الخلفي والفور جراوند كولر اللي هو اللون الامامي. يبقى لو عايز اخلي لون خلفية الصورة او التعبئة بتاعتها الخاصة بها لونها باللون الخلفي اللي موجود في صندوق الادوات اختار الباك جراوند كولر، لو عايز اخليه اللون الامامي اختار الفور جراوند كولر، كمان لو عايز اخليه اللون ابيض بختار الوايت ده بيخلي لي لون التعبئة ابيض، كمان لو عايز اخلي الصوره شفافه بختار ترانسبرنسي، ده لو عايز اخلي الصوره شفافه يبقى لجعل الصوره شفافه بختار الامر ترانسبرنسي، وطبعا بعد ما اختار هقول له اوكي. يعني مثلا تعال نختار الامر ترانسبرنسي، ولو قلت له اوكي هلاقي الصوره الشفافه بالشكل او الشكل اللي هو ظهر قدامي على الشاشه. طيب تعالى نضبط الالوان نعرف مره تانية. لو عايز اضبط اللون الخلفي بضغط على مربع اللون الخلفي كليك شمال واختار مثلا وليكن اللون الاصفر واقول اوكي. طب تعالى نضبط اللون الامامي اللي هو الفور جراوند، بضغط برضو على المربع الامامي واختار اللون وليكن الاخضر واقول له اوكي. بعد كده تعالى لو عايز اضيف صوره جديده برضو اقول له فايل ونيو مره تانية فايل ونيو واختار الابعاد بتاعتي، طبعا هسيبها الابعاد اللي انا كنت مختارها قبل كده، اضغط على ادفانسد اوبشن اللي هو خيارات متقدمه هيظهر لي باقي النافذه. قلنا برضو مرة تانية الفلوز اللي هي التعبئة انا عايزه مثلا يظهر لي وليكن باللون الباك جراوند فاختار الباك جراوند كولر، هيظهر لي طبعا باللون الاصفر، تعالى نضغط اوكي. يبقى اضاف لي صورة تانية، وطبعا هنا الجزء اللي موجود ده بسميه الايمج ويندوز اللي هي نافذة الصور، ممكن اتحرك من خلال الضغط على اي نافذة يظهر لي الصورة الخاصة بيها. ده كده يكون ان انا ضفت صوره جديده طبعا من خلال الفايل ونيو، واختار طبعا زي ما قلنا اللي هو الامر نيو واختار النافذه. طبعا قلنا بنحدد الابعاد من التمبلت، او ممكن اضبط من خلال ويتس والهايت من خلال هي الام جي سايز والادفانسد اوبشن اللي هي خيارات متقدمه. طبعا بختار وليكن تعال نختار المره دي اللي هي الفور جراوند اللي هو اللون الامامي، طبعا هيجيب لي على حسب اللون الامامي هنا في مربع الادوات او صندوق الادوات هيختار لي اللون يبقى لونه اخضر واقول له اوكي. ضاف لي صوره جديده، يبقى انا كده انشات ثلاث صور اللون الاخضر والاصفر والشفاف. بعد كده تعالى نعرف ازاي نستخدم ادوات التحديد من خلال الصوره. لو ضغطنا مثلا على اداه التحديد اللي هي الريكتانجل، طبعا الريكتانجل هنا اداه لو ضغطت عليها هلاقي لو جيت الضغط مع السحب، طبعا ازاي ارسم من خلال الضغط مع السحب هيبدا يرسم لي اللي هي اداه المستطيل. طبعا يبقى هنا الريكتانجل بتستخدم للتحديد على شكل مستطيل، يبقى بتحدد لي جزء من الصوره او اكثر ولكن بيبقى على شكل مستطيل. لو ضغطنا كتر الزد او ممكن من خلال اديت قائمة ايديت واختار عنده هيبدأ اللي هو يتراجع على الخطوة اللي انا عملتها. طيب قبل ما اضيف اي اداة نروح هنا في بالنسبة لو حددت اداة الريكتانجل قبل ما ابدأ ارسمها المفروض ان انا اضغط على الشكل اللي ظاهر عندي ده مربعين الحمر اللي هم ظاهرين في تول اوبشن خيارات الادوات الخاصة، وقلنا التول اوبشن بيظهر الخيارات الخاصة بالاداة النشطة والاداة اللي انا محددها. لازم اضغط على اللي هي الشكل ده اللي هو اسمه Add to the current selection، وده طبعا بيفيدني ان انا بيثبت لي او بيحتفظ بالتحديد اللي انا بحدده. يعني مثلا لو انا ضغط على المستطيل الاول اللي هي العلامه اللي هي ريبليس، تعالى كده نشاهد الضغط مع السحبه، ولو جيت ارسم مستطيل تاني فبلاقيه ان هو بيحذف لي الاول، يعني اجي ارسم مستطيل تاني اهو بيحذف لي المستطيل الاول او الشكل اللي انا محدده البدايه التحديد الاول وبيحدد لي جزء جديد. طيب تعالى نجرب الاداه الثانيه اللي هي Add to the current selection، اسف اللي هي الامر الثاني Add to the current selection اللي هو شكل المستطيلين على بعض. لو ضغطت عليها واضغط مع السحب في مكان ثاني احتفظ بالشكل او التحديد الاول وحدد لي جزء جديد، وده طبعا زي ما قلنا بيفيد عندي في ان انا احتفظ بتحديدات تانية. طبعا لو اضغط مثلا على اداة اللي هي اليبس سيليكت اداة التحديد على شكل بيضاوي، برضو لازم اضغط على اللي هي Add to the current selection الاول، لان لو جيت ارسم في البداية هيشيل لي كل التحديد اللي انا عامله سواء التحديد على شكل مستطيل، فبالتالي لازم اضغط الاول على اللي هي Add to the current selection زي ما ضغطت كده من اللي هو التول اوبشن خيارات الادوات، وابدا ارسم بعد كده هلاقي ان هو احتفظ لي بالشكل اللي انا كنت حافظه وفي نفس الوقت عمل لي شكل جديد. طبعا لو عايزين نلغي التحديد بضغط على اللي هو الامر نون ده يلغي لي التحديد، لو عايز ان انا
اشيل طبعا زي ما قلنا اضغط على نان فبيلغي لي التحديد اللي انا كنت محدده، وده طبعا الجزء اللي احنا عايزين نعرف فيه ازاي نضيف صوره. وبكده يكون عرفنا في درسنا النهارده ازاي نضيف صور، ازاي احدد، وارجو نكون استفدنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.